ايه الصوت واضح هلا. تمام، اعمل لي مشاركة الشاشة. شلون أعمل مشاركة شاشة من 3 نقاط؟ تمام، ايه مقطع تمام. فيديو ولا شيء؟ لا شاشة. البدء الآن؟ مش الحال؟ ايه مش الحال، بس تخلي عن المحاضرة. إن شاء الله، بسم الله. تمام هلا نبدأ. إن شاء الله، إذا وجود عند الكل، أهلا وسهلا. ايه تمام جاهزين. حنحكي اليوم موضوع، قادر أحكي؟ الموضوع اليوم حلو وبسيط بنفس الوقت مهم، موجود بالأمراض الداخلية، معروض عندكم، أخدين ما بعرف إذا أعطيكم يا أكيد دكتور محمود. نحن حنتطرق له بالنسبة لموضوع بيتعلق بالحمل. تعتبر حالة ارتفاع التوتر الشرياني من الحالات عالية الخطورة أثناء الحمل، اللي ممكن تكون مهددة لحياة السيدة، خاصة إذا كان اختلطت بانسمام حملي أو ارتعاش أو لا ارتعاش. تمام، ما بيصير الاختلاج إلا يكون في مقدمة هي اسمها لا ارتعاش. نسبة مشاهدة لا ارتعاش 10% من حالات الضغط بشكل عام، 10% من الحالات، ويعد سادس سبب للوفيات الوالدين في العالم. كمان يؤدي لوفيات الولدان بنسبة عالية، خاصة بحالات تأخر في تدبير الأم إذا كان صار عندها نقص تباطؤ أو اضطراب الصغر، نقص سائل أمنيوسي، تأخر نمو جنين شديد، تأخر بإنهاء الحمل. طبعا ممكن يكون المولد هو هدف الوصول للأسبوع 36، بالمقابل ممكن يكون دخل المريضة اختلاطات، والمريضة دخل الوليد باختلاطات ارتفاع التوتر الشرياني اللي ما بيحبوه أطباء الأطفال. اضطراب الضغط اسمه نحن لقسمين، قسم أساسي موجود سابقا هو فرط الضغط المزمن وفرط الضغط المحرض بالحمل. كل شيء بيحدث بعد الأسبوع فهو محرض بالحمل، قبل ذلك فهو بيكون ارتفاع ضغط أساسي. الحالات يجب أن نميز بيناتهم. فرط الضغط المحرض بالحمل ممكن ما في بيه بروتين، فقط ارتفاع ضغط بقياسات متعددة، ممكن تكفي الحمية بتاع الأسبرين يحسن حالها. قد تتطور إلى حالة ما قبل الإرجاج ثم بعد الإرجاج، وقد يدخل اختلاط شديد هو متلازمتين. ممكن إنه يصير تداخل بين الإرجاج وفرط التوتر الشرياني المزمن. فرط الضغط المزمن، ارتفاع الضغط أكثر من 14/9 قبل الأسبوع 20، التعريف بدون وجود بيلة روتينية. إذا حطيناها فراغات، فرط الضغط المزمن وليس محرض الحمل، أو إذا حطيتها سؤال يترافق ببيلة روتينية، أكيد خطأ. يحدث بالأسبوع فرط الضغط المزمن بعد الأسبوع 20، لا هو ما قبل الأسبوع 20، قد يستمر بعد 12 أسبوع من الولادة كل فترة. أما ارتفاع الضغط المتعلق بالحمل حصرا هو يكون بعد الأسبوع 20، لا يترافق مع بيلة بروتينية في حالات مؤقتة، يعني تتطور تضل ثابتة، بتتعالج بمنخفضات الضغط مو شرط نعطي هيدرالازين، يمكن على الألفا ميتيل دبلت تكفي علاج ويكون مضبوط الضغط. قد تتطور ما قبل الإرجاج. نسبة الحوامل تنصاب بهذا الارتفاع أو هذا النوع تصل ل 8%. وفيات بتكون عالية بالنسبة لارتفاع الضغط تصل ل 15 ل 20%. في تغيرات بتحصل بسبب الحمل في حالات بتكون هي مؤهبة، يعني مثلا مثل زيادة التغيرات الفيزيولوجية، بده يزيد ضغط وضخ العضلة القلبية، يزيد الحصيل القلبي 30 ل 40%.
يرتخب المقابل لعضلات الملساء بتتوسع الأنبوب. التغيرات التالية للبروجستين والاستروجين الحمل بتساوي احتمال أعلى، خاصة إذا المريضة مثلا كبيرة بالعمر، إذا كمان إذا خروص صغيرات بالعمر، تزيد احتمالية يصير آفات لا ارتعاش، بتزيد نسبة حدوثه بأكثر فينا. انخفاض الضغط بين أسبوع 16 ل 24 يكون بشكل فيزيولوجي، بعدين بيرجع بيتظهر، هذا اللي بنسميه ارتفاع الحمل. الأساسي ما بينخفض، بضل على طول، والمزمن بضل مرتفع على طول. لهيك الثلث الأول من الحمل ممكن يوقف المعالجة، بس رجع ارتفع الثلث الثاني ما تنعالج. هي علاج عرضي، مجرد ما انتهى الحمل ترجع المريضة لوضع الطبيعي. ما هي العوامل اللي بتزيد احتمالية الانسداد الحمل؟ حكيناها لها علاقة بالزوجة أو ما قبل، هي لها علاقة بما قبل الحمل. عندنا شيء بيتعلق بالزوجة مثل الخروس مثلا المسن فوق 35 أو الخروس بأطراف العمر 13 سنة. أمراض أساسية مثلا لديها نفس الولود، سوابق ارتفاع ضغط مزمن بدون حمل، لديها آفة كلوية مزمنة سواء قصور أو ضغط كلوي تعالج. البدانة زيادة الوزن يعني المناسب للعمر وللطول. الوزن الثقيل للأم عند الولادة، شو بنقصد فيها؟ المريضة كان وزنها 60 كيلو انتهت ب 80 كيلو، رضعت 3 شهور رضعت حامل، هون الوزن البدئي للحمل الجديد كان عندها ارتفاع ضغط وتراجع بالحمل، رجعت هلا بلشت بحمل جديد وهي وزنها 80 ما رجعت تراجع، فهو بشكل عبء قلبي وبالمقابل يزيد التأهب لارتفاع الضغط. مقاومة الأنسولين السكر أو مضادات الفوسفوليبيد الإيجابية، طبعا هي نعتبرها من عوامل اللي بتزيد احتمالية حدوث الانسداد بسبب عامل مناعي. طبعا الدخان والكحول، العوامل النفسية، التدخين بشكل كبير، حتى المدخن سلبي بس مو بدرجة المريضة المدخنة نفسها. لا بتتفاجأ وبتلاقوا في مريضات 43 سنة جاي بدها تحمل وهي مدخنة واثقة من نفسها بتقول لك أنا مدخنة. ما عم نحكي على زوج بحاولوا يخففوا التدخين، لا اثنيناتهم عم يدخنوا وهذا بسبب تشنج رعائي، وبيكون في عندنا مشاكل بعدين بالمشي بالنسبة للحمل. فالمريضة لازم تكون هالأمور تعرفها قبل ما تحمل. العوامل هاي اللي بتتعلق بالمريضة نفسها أساسية، المريضة نفسها رقم الحمل الأساسي شيء بيتعلق بالأمراض الداخلية والعوامل الخارجية. أما اللي تتعلق بالحمل نفسه، وجود حمل توأم مؤهب لحدوث ارتفاع ضغط الشرايين، صح أو غلط؟ هو جوابه صح. وجود إنسان بولي متكرر متوسع كلي مثلا درجة ثانية وثالثة بكل حمل، لازم نخلينا نفكر كذا عدة مرات ممكن يصير ارتفاع ضغط مرافق. تشوه الجنين، حالة مثلا مريضة انسماء أو خزب نشيمي بسبب تنافر RH كمان مؤهبة، يكون عندها في عندها وزن من كل الجسم بس في الأذن، فبتأدي لقصور قلب ووفاة الجنين. حمل عنقودي، حمل عنقودي وحمل غير طبيعي في عامل مناعي جزء منه، تنافر RH وأسباب غير مناعي، إذن هي عوامل مؤهبة لارتفاع الضغط. أنا عندنا ستة تقريبا من الأساسية، في شيء أربعة أو خمسة عوامل الخارجية في سببين، واللي بتتعلق بالزوجة سبب، فهنا شيء 10 عوامل. إذن هي العوامل التي تزيد خطر انسمام الحمل، دخول بما يسمى لا إرجاج ولا ارتعاش. ماذا يؤثر لا إرجاج على الجنين؟ تأثيره على نقص بالذات على المشيمة، بيؤدي إلى نقص التروية، فبنلاقي هذا البيبي متأخر النمو بعكس الولد السكري، بصير الوزن أقل من عمر الحمل، يعني 1500 إلى 2500 جرام عند الولادة، أقل بكيلو كامل عن الولد الطبيعي، لازم 40 أسبوع 3 ونص.
التأمين مثلاً إذا أنا 2080 نهايته بنلاقي مثلاً بحدود 2080 إلى 1080، إذا أخذته ياسر أسود فخيط المخيط البطني بتلاقوا حجمه أو ياسر زخيم صغير. في حالات شديدة بتترافق بأعراض عينية، ممكن تكون في أعراض تالية ليش تشنج الأوعية مثلا فقد رؤية مفاجئ، نزف الشبكية شبكية العين، هاي حالة حادة فلازم يكون حتما من الحمل. إذا حدثت حالة شديدة من سمع الحمل مثلا صار سي في حادث وعائي تمام تلارع مثلا عندنا المريضة نزف داخل قحف حادث وعائي دماغي حتما لازم يعني الحمل. هلأ إذا كان عندنا مشاكل شديدة أو انسمام كمان جنين شديد غير تأخر نموه كمان هو ممكن يصير عنده أزيات بالبيبي نفسه، فنحن حسب عمر الحمل نحاول قدر الإمكان لا تدخل الأم باختلاط ولا الوليد باختلاط، نحاول ما نوصل لمتلازمة هيل هي عبارة عن خسار بكل معنى الكلمة، يصير أزية كبدية كلوية ودموية بنفس الوقت. صفات توتر شرياني الحمل الخفيف بيكون تدبيره على أساس مريضة خارجية ممكن تجي كل أسبوعين، هي تعمل جدول تسجله ترجع بعد تسجله بعد يومين. طبعا المعالجة لما بنعطي معالجة دوائية مو دغري ينزل ينخفض الضغط، يحتاج فترة مثلا مدة 48 ساعة اليوم راحة تامة بالسرير، مو عندها 5 أولاد تشتغل ليل نهار ما عم ترتاح، هذا كله بيأدي إنه ما تستجيب لو كان صفة الدكتور شرياني خفيف. من نبه المريضة إنه نحن ما بدنا نوصل لأعراض متأخرة، فتحاول تقيم الوضع مراقبة البول، تعمل بيلو بروتينية بفحص بول عادي المخبر، ونطلب قديش كم ميلي جرام، يعني مو بس يحط لنا زائد ولا زائدين، قياس الضغط بيجي عنا جدول مثلا 4 مرات قياس الضغط أو 5 أو 6 كل أسبوعين ومقرر على أساسه خفض الضغط زيادته أو لا. هل هناك ضرورة لسلفات المغنيزيوم إذا كنا بالشهر الثامن نخفض الضغط بشكل جيد ونقدر نحافظ على الجنين لنعطي مثلا دكسة ونحسن الحالة قبل ما يصير ولادة. نقيم حركة الجنين، يعني عندنا في مشكلة هي نقص السائل النيوسي وتترافق مع مريضات ارتفاع الضغط. شو بيصير عندنا مثلا مريضة، هذا غير إذا مريضة إنه ما عندها أوفر ويت أو زيادة وزن، من اللي حاول يعدي حركات الجنين يعني المشعر الفيزيائي، فأهم شيء لازم نسألها وتحط ملاحظة من كل أسبوع بتحس مثلاً أكيد مرتين وثلاث ما بيكفي، حد أدنى 10 مرات باليوم، بحكي أنا على الأسابيع قبل أسبوع 4 أو 3. شو التدبير الخفيف؟ إذا التدبير الخفيف إمكانية علاجه عن طريق العيادات الخارجية سهل، تدبير ارتفاع توتر شرياني الشديد مقابل الخفيف مماثل، بس منضيف مثلاً ألفا ميتيل دوبا ممكن ما يكون كافي، كنا نعطي نيفيدين فيديبين كثير جيد أو الهيدرالازين إذا كنا في حالات شديدة الأصغر ما عم ينزل مباشرة، أو إذا أشوف المريضة بلشت يصير عندها إصابة عينية شرؤية ألم شرسوفي، فمندخلها مشفى ونحاول نعطي الهيدرالازين عبر مضخة وريدي ممدد نراقب ضغط محطوط على المونيتور ونشوف شو بيصير اضطراري. ممكن ندخل سلفات المغنيسيوم مجرد ما لقينا في إمكانية توليد المريضة بحالات الارتفاع الشديد، الأفضل إذا وصلنا للأسبوع 34 من الحمل. طبعا بدنا نقارن بين عمر الحمل بس السابق ما أخذته كامل، بتصور إذا لقيته سهل الولادة المبكرة أو تمزق جيب المياه المبكر اثنيناتهم بيشتركوا مع هالمحاضرة بتوليد الأجني العمر المناسب لتوليده. أولادنا ما بنولد إحنا بالأسبوع 30 أبداً أو 31، لأنه عندنا مشكلة الحواضن مشكلة كتير كبيرة للمنافس، إمكانية إنعاش الوليد تأخر بإنعاشه أنا تأثر لنا الأزية دماغية، فنحن بنحاول دائماً نوصل للأسبوع 33 أو 30. ثلاث محاضرات نفس الفكرة، طبعاً هذا الشيء بالغرب ما هيك قانون، ممكن قبل الأسبوع 28 إذا كان انسمام شديد ينهو الحمل لو في مصلحة المريضة.
إحنا ما بدنا نخسر جنين، خاصة إذا كنا قيصريات. اختلاطات ارتفاع توتر الجنين، كل ما كان عندنا مجال ولادة طبيعية أفضل. تذكروا حكينا مرة على انفكاك المشيمي، اللي هو أول سبب له انفكاك المشيمي الباكر اللي بيصير بالأشهر الوسطى والأخيرة، أول سبب له ارتفاع التوتر الشرياني. طبعا نعمة من رب العالمين، نحن عادة مو من عنا هذا الكلام، في إحصائيات ودراسات دائما نفحص المريض من العنقليين تستجيب على التحريض، طبعا مو بكل المريض، فالتوليد الطبيعي بهيك حالات أحسن من القيصرية مشان نقلل. قد يحدث ارتفاع التوتر الشرياني المزمن متراكب مع ارتفاع التوتر الشرياني المزمن مع انسمام حملي في 50% من الحالات، فبتزيد نسبة الولادة المبكرة والانفكاك. دول اختلاطين كتير مهم نذكرهم. موت الجنين، يعني إذا تأخر نمو الجنين، انفكاك المشيمي، ولادة مبكرة، وفيات محمول الولادة، أربع اختلاطات لارتفاع التوتر الشرياني المرافق للحمل الشديد المزمن، سواء كان معه لا ارتعاش أو لوحده. تقييم الأم، في عندنا مشعر جدول كتير حلو، هذا دائما إلا يجي من كل صح وغلط. مثلا ارتفاع التوتر الشرياني المزمن يحدث قبل أسبوع 20، صح أم غلط؟ أظن كلياتكم حتجاوبوا صح. بالثلث الارتفاع بالتوتر بسبب الحمل، الثلث الثاني والثالث من الحمل بصير، مو بس الثالث، الثلث الثاني والثالث. ما بعرف إذا مسلحة عندكم على النطاط. مقدمة الارتعاش بتصير بأي وقت كان بعد الأسبوع 20، بيختلط الارتفاع التوتر الشرياني المزمن ما بيتقدم لإنسمام حمل شديد. في عنا شدة الضغط بيكون بالمزمن ممكن زائد 1 شديد جدا، يعني يرتفع للـ20 أو 18 على 10، الأصغر 11. بسبب الحمل بيكون ارتفاع خفيف، لا ارتعاش بيكون عنا من زائد 1 لارتفاع شديد. في البروتينية مو موجودة بالمزمن، بتكون خفيفة بالحمل، ممكن تكون شديدة باللا ارتعاش والارتعاش. حمض البول نادر ما يرتفع بالارتفاع المزمن، ارتفع حتما لا ارتعاش والارتعاش. نقص الصفيحات، إذا ما كنا قربنا، يعني ما صار معنا حالة مختلطة بالهيلب سيندروم، ممكن ما يرتفع، ما تنخفض الصفيحات أو يزيد تركيز البول. ارتفاع الخمائر الكبدية بالحالات الشديدة من لا ارتعاش والارتعاش وحالة تنازل هيلب. انحلال الدم ممكن يحدث بالتنازل هيلب. شداد المنعكسات كمان حسب شدة حالة الارتعاش، يعني اجتها مثلا 2-3 خروس عمره 35 سنة، أكيد مو مثل الخروس اللي عمره 13، بدك تتحمل هي الجملة الوعائية ممكن تختلط بنزف الدماغ وترجع تعمل لها نوبتين ثلاثة. هون بصير إنهاء الحمل حسب شدة الحالة وحسب تقييم المولد. ألم البطن، يعني ألم الشرسوفي بترافع مع هي علامة من علامات الارتعاش، تتحول مع الارتعاش مع تنازل هيك بصير ألم شديد بالشرسوف والمراق الأيمن. غبش العين نادر بالارتفاع بالتنازل، نادر جدا جدا بالحمل، الثلث الثاني من الحمل، لكن لا ارجاج والارتجاج حسب شدة الحالة. تقييم وضع الأم، الأم وضعها والجنين جيد بالنسبة للمزمن العادي والحملي العادي. أما إذا كنا دخلنا باختلاطات لا إرجاج أو الارتعاش والإرجاج لا إرجاج والإرجاج، لازم حسب عمر الحمل هي الحمل. ملاحظات في ارتفاع التوتر الشرياني المزمن، نبدأ اللي بيبدأ قبل الأسبوع 20، بينما الحملي بيبدأ بالثلث الثاني والثالث من الحمل. فرق كتير كبير بالنسبة للجنين. طبعا شو السبب؟ انه بيصير في مجال نمو جنين افضل، بينما اللي عندنا حاله من اول الحمل شحساء الامنيوسي، عدم تقدم، عدم نمو، قياسات الجنين اقل من العمر الحملي النظامي ب4-5 اسابيع، فنحن ما حنتوقع انه حنلاقي
جنين بنفس وضع جنين إذا كان ارتفاع فالتوتر يعني ما يلتف فيه حمل. في لا ارتعاج يكون شديد الضغط شديدة جدا ما عدا 20% من الحالات المختلطة مع تنازل هيك والارتفاع كثير شديد. لا ارتعاج ب 5% ل 15 بتكون ما في بيلي بروتين، هو الغالب دائما ارتفاع حمض البول والبيلي بروتين. لا نترك الدم ركز عند الحمل لأنه يزيد من عوامل زيادة حدوث الخثرات والقصور في تأخر نمو الجنين. كيف نقدر نقلل لا ارتعاج؟ ليش في حالات بتصير لا ارتعاج عمرها 13 سنة مثل المخيمات، سوء الحالة الغذائية، الوارد الغذائي، المريضة بالأصل مثلا 40 كيلو حملت وهي زواج مبكر كمان جسمها بالأصل غير صحيح، فلازم صحيح الهوز الغذائي. إعطاء المغنيسيوم لحاله ومع بي 6 كتير جيد، إعطاء الأوميجا 3 ما في مؤكد له لكن إعطاءه أول 4 شهور كتير بحسن الحالة، تعويض الكالسيوم، قلل من عمر الخطورة. تعديل التوازن بروستاجلاندين تروموكسان بإعطاء سمية بالكليكسان جرعة وقائية خاصة اللي عندهم عوامل خطورة عالية، عادة كنا نعطيها لنهاية الشهر السابع، هلا في أمريكا توصيات نقدر نعطيها لوقت الولادة أو قبل ما نفكر بتوليد مريضة ب 48 ساعة. كل مريضة عندها أعلى أكثر من عامل من هدول العشرة اللي عديناه خطورة يصير عندها انسمام لازم نعطيها حتما أسفلين، مثل السم عديدة الولادة وعديمة الولادة. عديمة الولادة يعني الخروس، إذا بتكون خطوة الخروس حتى تكون أسهل عليكم. وجود تاريخ عائلي يعني والدتها صار عندها دجاج، هي صار عندها بأكثر من مرة دجاج. شو الفيزيولوجية؟ تحت الشذوذ بدوران رحمي المشيمي، وقبل ما تظهر عنا بفترة طويلة من المنامح السريرية نلاحظ إنه صار في عنا مشكلة بالتروفوبلاست بالإشراء الساخطي، نلاحظ المشيمي تبعها صغيرة، في خلل بيصير في وظيفة الخلية البطانية، بيفعل بيزيد نسب التخثر، تشنجات وعية صغيرة، وبصير انحلال بالأوعية الدقيقة كأنه مثل دي آي سي، بس هون بصير بشكل معاكس، بدل ما يصير انحلال يزيد تفعيل الخصال. الاضطراب يؤدي لحدوث ارتفاع توتر شنيني، وبالتالي بتصير مظاهر ما قبل الإرجاج بوجود بروتين. الحالة إذا كانت شديدة لازم ننهي، مثلا إذا عندنا بروتين بالبول عم بيصير مثلا 100 200 300 400 وصلنا ل 800 لازم ننهي الحمل. أذكر مريضة حكيت لكم عنها ما رضيت تنهي الحمل، ما رضيت أبدا تنهي الحمل، كل مرة بصير عندها نفس الشيء وعلى مسؤوليتها طبعا بيصير عندها نقص بروتين شديد وزمات بالأطراف وحالة عم سوء، بس هي عملت حمية شديدة بحيث تقدر تضبط الملح جزء منه وتضبط بروتيناتها، أكل كتير صحي ومسلوق مشوي حتى قدرت كملت الحمل مع خافضات ضغط. أعطينا كنا نفيدين مسلمة لحد 3 حبات باليوم وبعدين مع ديبوجيت شي 8 مع مرافقة طبيب الداخلية كلية التابعة، كملت الحمل وصلت الحمل ولد كان وقتها 2500 ولدت طفلة. وصلنا للأسبوع 36 بهي المريضة، بس المريضة لها تقوية وهي مشكلة بالسريات فعندها سوابق قصتين وما سكتين. المظاهر المتعلقة بالقصة السريرية لازم أي قصة سريرية مو دغري مباشرة ناخذ جهاز ضغط مقياسي، اسأل شو سوابقها كل مرة، إمتى إذا قالت أكثر من مرة صار مع نفس الحالة، إمتى عم يبلش ارتفاع الضغط، متى الجنين بأي شهر صفيات محصول الحمل، مثلا توفى بالأسبوع الولد الأول توفى بالرابع، تحكي لك إنه في وفاتين أو محصول الحمل في الأسبوع 10 أو 11، مثلا هي المريضة مأهبة من أول قصة حمل حدوث حالة انسمام، فبنكون نحن حاضرين حالنا نراقبها بالمشفى. كل زيارة إذا كان بالأمر ما ممكن بالعيادة
حاول نقرب الزيارة كل 3 أسابيع 4 أسابيع إذا بالإمكان نعمل قياس ضغط قعر العين، ما عنا نروح نبعث على طبيب عيني لازم مرة واحدة بالحمل على الأقل أو مرتين آخر السادس بنهاية السابع نبعثها تشوف قعر العين، هي خاصة إذا بلش تشوش بالانزلاق الطائر، نشوف شو وضع شبكيته. فحوصات نعمل بيلة بروتينية ببول صباحي، نعمل كمان مرة واحدة مثل المريضة اللي حكيت عليها هي جمعت بول 24 ساعة مرتين عملته بالحمل عشان تتأكد قديش مقدار البروتين ببول 24 ساعة. في مرة طلع معها 700 وكملت الحمد لله الله أكرمه وكملت. البيلة البروتينية الشاذة إذا أكثر 5 جرام ببول 24 ساعة تشخص عند تخرب كل حواجز الرشح بالقبل، يعني كل يوم مثل المصفاية عم تطرح كل البروتين. بالهيماتوكريت فقد السوائل لا ارتعاش بيزيد تركيز الدم، مثلا بيطلع الهيماتوكريت عالي لأنه هو مو صورة حقيقية، الصفيحات بتنزل ل100,000. كمان لازم ننتبه عنا لازم طرح البروتين بخص كتلة حجم بشكل عام بسبب التشنج الياعي مع انخفاض طرح البروتين الكبير تحدث الانزيمات وتصير زيادة وزن الوجه والرجلين. حتى كتير علامة مهمة بنلاقي في مريضات ما بتعرف حالها داخلة بلشت اختلاط من اختلاطات الصفات التشريع الشديد، تصير بتجينا بتقول لك أنا عندي وزني فكري عندها دوالي بنتي التناسلية، هي بيكون عندها وزني بالأشفار تضخم، هذا بيدل على أزمة كلوية شديدة. لازم ينتبه المولد ما يصير عند المريضة قصور قلب، خاصة بيصير ضعف بأداء البطين الأيسر. ليش خوفا ما ندخل بوزمة رئة؟ تصير المريضة من كثير الوزمات عندها زلة تنفسية ألم صدري، لازم نتأكد من أكسجتها. طبعا هي عندها حالة كثير حالة حادة عناية مشددة. حكينا إنه بصير عندنا نقص معدل جريان البلازما بالكلى 30-40% من حوامل السوريات. ما أعراض العصبية؟ إذا عندنا أهم علامات لا أرجاج هي شواش الرؤية الهيلة البروتينية المخبرية، ضغط المرتفع النهاية المستجيب للمعالجة، ألم الشرسوفي في عنا قبل ما يحدث اختلاجات، تحس في عنا اشتداد منعكسات. إذا المريضة عم تفحص حتى المطرقة على الركبة تلاقي في عنا اشتداد منعكس الركبة منعكس إذا متوبابينسكي كمان تسحب دوريجة. اختلاج ممكن علامة واضحة، المريضة ممكن تفكر حالها عم تهز أو شيء أهلا ما لهم شايفين إرجاج بحياته، فكروا عم تتحرك شي حركات بعدين بتغيب عنه، فيبين معهم انه بتشبه حالة السرع قد تسبب وزمة دماغي وحالة لا سمح الله نزف. ماذا يحدث للجنين؟ نقص السائل الأمنيوسي واحد ونقص التروية بالمشين يؤدي إلى صغر حجم المشين، وبالتالي شح السائل الأمنيوسي كمان موجودات الصدر. اثنين نقص التروية مستمر، نقص الرواء في حرف راء نقص يؤدي إلى انتريوترين جروس ريترديشن يعني تأخر داخل الرحم، يعني بيجي عنا إذا أجت شهر السابع المريضة الأسبوع 30 نص الشهر السابع نعمل قياسات 23 أسبوع. فشو مفكر إنه المريضة هي مخطة أو ما بتعرف آخر طمس؟ المريضة أكدت لك أنت آخر طمس وأنت كنتي من بداية الحمل عم تلاقيها في العمر الحمل، لكن بعد الشهر السادس صار حجم الجنين ما عم يكبر، فهذا تالي النقص الوارد أو نقص المبادلات عبر المشين. ممكن يحدث انفكاك بسيط أو انفكاك مشين كامل بحالة انسمام شديد. إيش بنشوفه ب3% من الحالات؟ التغيرات الكبدية بتصير ترسيب الفيبرين بالدبا بالأوعية الدقيقة بيؤدي إلى يصير نقص بالجنين فبيرفع الخمائر، لا إلى شيء بيصير ارتفاع الاس جي او تي عوامل تخسر الترومبين. الحالات الشديدة بيكون صار نزف تحت المخرز الكبدي تمزق الكبد، هذا بتكون مريضة أبدا مو مراقبة لأنه زادت
مجرد ما الضغط نعم يجاوب خاصة الأصغري 10 11 نعم ينزل مريضة عندها صداع وشوية أعراض وهنعام وأنا مش رسوفي ورق أيمن وما أنا منتبه يعني ما أنت ما عم تتراقب ما لازم نوصل أبدا لحالة تنظيم الحصن. معايير تشخيص ما قبل الإرجاج حسب الحالة، لكل حالة مندبرة حسب الأمر الحمل. شو قصدي في الكلام؟ يعني أنا سيدة حامل الأسبوع 20 مع بدء ارتفاع توتر شريان دغري مباشرة 14-9 أكثر منراقبها كل 4 ساعات على الأقل لنتأكد إنه هي عندها جد ارتفاع توتر شريان حمل جديد 3-4 مرات إسنا يعني الأصغري 9-10-11 فعدة قراءات متجه للمخمل نشوف نسبة الميل الموتيني إذا أكبر أو أقل من 300 إذا بقول 24 ساعة أما إذا هو أدق دائما نحاول نعتمد على 24 ساعة نسبة الروتين للكرياتين أكبر أو مساوي 3 يعني أو 3 بالألف الثاني حالة مريضة إذا مثلا هاي بدنا حمل حتما اثنين حامل فوق 20 أسبوع بلش ارتفاع توتر شريان ما كان عنده شيء هي بالشهر صارت السادس بلش ارتفاع الضغط صارت صداع تشكي من زيادة وزن تراقبوا الضغط لقينا بدون وجود أي بيلة بروتينية إخباريا صفيحاتها ألف لاحظنا إنه أو أقل الكرياتينين مثلا طلع 1.1 طول ضعف وظائف الكبد كلها ارتفعت صداع لا يقف على طول عند زلة تسمعي خراخي بصدر هذا أعراض وزن طريقة صحيحة تشوش رؤية عم تغيب وتصحى المريضة مثلا عم يصير ما عم تقلك ما عاد تشوفت فجأة بعيني أو عم يغيب النظر ويرجع أو تشوف هات فلاشرز تقلك أنا عم شوف مثل لمعان أو مثل البرق هات كتير نقطة مو تستهينوا فيها مثل ألم الشرسوفي في مرضى كتير دغري يلا بعطي مثلا أو ببرازول وخلصنا لا ألم الشرسوفي معناتها نستقصي أعراض عيني بدنا نستقصي لأنه هي عم توجهنا إنه هي بلشت بحالة تنسيب بعد ما ناخذ القصة ونقيم إخباريا بولي وكرياتين وصفيحات ووظائف الكبد نشوف وزن الجنين أهم شيء إذا ما بنعرف قديه بنبعته عن شعاعي بنقدر حسب موجودات قسم الأطفال اللي يعني في حواضن في أخصائي شو بنقدر ندبرها موجودة المريضة أمامنا أو نبعتها على مكان ثاني نستخرج الجنين موجود إنعاش وليد مباشر أفضل بكتير من أن نستخرجه ونركض سنعمله إنعاش وليد نحطه على الأنبوب ونبعته يكون الألرت وفرص ما يكون عندنا أزمة دماغية من أي حيوية الجنين إذا هي في عندنا شيء اسمه اختبار البيوفيزيكال بروفايل حكينا أكثر اختبار الشدة الاختبار الشدة بنعمل تنبيه على الرحم نشوف شو استجابته عدد الحركات البيوفيزيكال بروفايل بنقسم المشعر الفيزيائي البطن لأربع أقسام كل ربع علوي متوسط يمين وأيسر صفري أيمن وأيسر نشوف السائل المسيم الرائد شو وضع الحركة شيمته فنقرر على أساسها الحمل أهم شيء لا إرجاج المريضة بيعتبروها ما عم تاكل ما عم تشرب خلوه على المشفى ببلشوا يعطوا سلمية سوائل زيادة فلازم ننتبه انه هي مريضة مثل المريضة العادية ممكن تدخل وزمة فلازم نقلل السوائل تاع الحد الأدنى من المحلول المنحي 80 ساعة يعني مو نعطي نص لتر ولتر مباشرة نعطي كميات نعطي حاصرات بالتلبي الخط الأول جرعة وليدية نعطي بعد 5 دقائق ننتظر رأي بعد ربع ساعة شو صار ضغطه 20 دقيقة الهيدر لازم كتير مش بس لازم يكون في مراقبة لأنه فجأة بينزل الضغط لازم نعطي أكثر من 5 ملغرام نمددها ب 20 سنتي نعطي ببطء خلال 20 أحسن ميكرو دريب مراقبة الضغط أقصى جرعة هي 20 ملغرام أول ساعتين بعدين ممكن نعطي 20 كل 6 ساعات أو 20 كل 4 ساعات بالتسريب الوريدي ببطء نعطيه كل حد 100 باليوم
يفيد من حاصلات الكسف اللي جرته ممكن نصل لحدتين باليوم. نعيدها بعد 20 دقيقة زاد الضغط، ممكن نعطي لحد 6 حبات. هلا هو سريع التأثير بس تكون مريضة مو هلا أول مرة تاخذه، قريت أعطينا نحن حبة باليوم زاد الجرعة. بقي الاختلاجات، إذا المريضة عند كل العلامات أو تغيب عنها عندها ما قبل الإجهاد واضح وصريح، الأفضل نطبق سلفات مغنيسيوم على الأقل 48 ساعة، نعطي جرعة وريدية مباشرة تحمل وريدي 4 جرامات أو 6 جرامات خلال نص ساعة، بعدين نسرب 10 جرام كل 6 ساعات كرودريب، ونراقب عدد حركات التنفس بالنسبة للمريضة، لازم نكون ركبين القسطرة البولية، ما بصير هذا الشيء حتما ضمن عناية مشددة. أول شيء نحط قسطرة فولي، المريضة بدها تغيب منعكساتها فبنكون عارفين الصادر الوارد، بنتأكد عدد مرات التنفس ما تنقص عن 12، نشوف المنعكسات الوترية كل 4 ساعات، نحط على جدول عاملين جدول على السرير عدد مرات التنفس المنعكس الوتري، ناقص يمكن زايد أو ناقص، وقديش البول لازم مثلا كل 6 ساعات تطرح على الأقل 200 ملي جرام، وثلاث أربع ساعات 100، وبعد 6 ساعات 8 ساعات رد 100، 200 بالثمان ساعات كتير قليل، في مشكلة بتكون صارت أذية كلها. هناك جلوكونات كالسيوم ممكن متناطرة بحال إذا أعطينا جرعة سلفات عالية عكسها عشان ما يصير شلل كامل، نعطي جلوكونات بخلص. ما لازم ننسى إنهاء الحمل بيخلص المريضة من مشكلة ممكن تؤدي إلى أذية دائمة عندها. إذا ما نلاقي المريضة ما عم ينزل ضغطه بصير عندها نزف لإنهاء الحمل بعد مثلا مرت 40 ساعة إجباري، طبعا ما بنعطي سلفات وندخل المريضة عمليات أبدا لأنه بيأثر على التخدير، خاصة إذا بدي أعطي مخدرات. المريضة مرخية ما بتقعد تصحى معه أو تتثبت. إذا كان عمر الحمل دائما القرار 37 أسبوع 34 أسبوع، إذا 34 أسبوع لل 37 تراقب أو مراقبة نسميه اسمه علاج تراقبي حسب كل يوم بيومه. إذا عمر الحمل 37 أسبوع ما بنتردد أبدا عن 36 بنحاول نكسب يوم زيادة، أما 34 لل 37 كل تطور الحالة نعيد المخبرية شو عم يصير، رقبة الضغط على الموتر دائما خليها بيد ريست لأنه جزء من العلاج، ومنتابعة كل 3 أيام بشكل مريضة خارجية إذا مضبوط ضغطها، أما إذا داخلي بسبب حمل شديد مرحلة ما قبل الإرجاج أو حتى الإرجاج فمراقبتها بالنشفة. المراقبة المخبرية كل أسبوع لازم حمية الملح، لا هلا أكدوا إنه لا داعي لحمية الملح بالقصة، لا داعي إعطاء مضرات، غلط كتير كبير إعطاء كلورتيازين شكلوا المرضى مثل مريض الضغط العادي اللي بيحطوه بالعناية المشددة مثلا رجل أو امرأة غير حامل، هون إعطاء مضرات بيعصب كلية أكثر وبيسيل الحال. مراقبة حركات الجنين وإعطاء ستيرويدات كل عمر دون ال 34 أسبوع، نعطي جرعة السابع، نعطي جرعة بريدنيزون الكذب الثامن، نحن هلا عم نعطي ديكسامتازون، نعطي مرتين وقاية للجن. الأكل هم سياق الإرجاج أو الارتعاش، يعني حدثت حالة مشابهة للصرع، يعني صار مهما كنا حاولنا نضبط المريضة ما أمكن، انتهينا بمتلازمات الإرجاج. في حدا له سؤال؟ ما بعرف في حدا معي؟ ألو، تابعنا؟ الارتعاش، الارتعاش، الارتعاش عبارة عن ظاهرة مماثلة للصرع تماما، لكن المريضة ما عندها أي سوابق، بينما الصرع ممكن يكون من الطفولة، المريضة مثلا مخبية عن أهلها عم بيتحمل. ما ذكروا أهلها،
صارت مع الحالي اعتبروا انه اول مره وشي، بس ترجعوا بالقصه للاهل، اخذتوا الوالده والوالدين تاكدوا، بتقول لك انه كان عنده يصير عنده من وقت البلوغ سرعي. في مريضات كثير لا بتوقف النوبه على البلوغ، منهم لا بتشتد، فهدول لهم علاج لازم ما يتوقف ابدا. فهي تختلف تماما عن الابتعاش، معالجه معالجه عصبيه عاديه. انه هون ظاهره حدثت بسبب ارتفاع الضغط الشديد اللي صار عنده، يصير عن اختلاجات بالاطراف مع سبات وعي فيلات مؤثرات، غياب العلامات العصبية الأخرى نسبة واحد، ممكن ما يكون عندنا أي حركة بالأطراف كاملة. نسبة الارتعاش بالبلاد النامية أعلى، واحد على خي، ما بنعرف شو السبب، بس يعني له علاقة بعوامل غذائية، عوامل العمر، زمن حدوثه دائما بعد الثلث الثاني من الحمل، ممكن يستمر لحد الولادة وبعد الولادة ب 40 يوم من 6 أسابيع. وما تفكروا مريضة الضغط ولدت ما نزل ضغطها متركة أو متهامل، يعني ننبه الأهل إذا صار عندها أعراض وراحت على البيت لازم حتما ترجع على المشفى عشان ما يصير اختلاج المنزل. الهدف تقليل الأزيات الدماغية. عندنا من الأعراض أهم شيء مع قياس الضغط المرتفع وجود البيليروتين، أحد العوامل المنذرة. لك المريضة الصداع بالمسك راسه مع اضطراب الألم الشرسوفي، هالعلامات ممكن تكون غائبة، ممكن تكون وحدة أو أكثر من علامة. الاختلاج بيكون دخل معه حتما سبات بيستمر حوالي نص ساعة، يفرق بينه أورام الدماغ خسرات الدماغ، وأنا أكيد أورام الدماغ خسرات الدماغ ما في بروتين، بسرعة ما في بروتين. التهاب السحايا إذا كانت مثلا مريضة شابة 13 سنة، في عنا إصابات صحية بالمخيم نفسه. أول شيء بدنا نفكر بالإصابة العصبية، ما لها هي طبعا إذا ما لها حامل، إذا مريضة حامل تشخيص تفريقي حتما الارتعاش مع كل ارتعاش قبل ما نفكر بالتهاب السحايا أو التسمم الغذائي، بس هدول بيدخلوا ضمن التشخيص التفريقي. أهم شيء نسيطر على النواب بقدر الإمكان، نحط إيروي حضوي من طريق تنفسي، حكينا انه نحط قصة الوبية صادر وارد، مونيتور هي مريضة عناية مراقبة حسيسة، غطاء دوري وخفضات وريدية بوقت اللي بيصير اختلاج اذا كان طبيب داخلية جاهز وقريب، دوري ديازيبام وريدي مع السوفات. اختلاط تالي لكل الرجاج او اهتمام الحمل الشديد المهمل هو تنازل هيك. نحن ما عرفنا المريضة، وفي مرضى كتير ما بيراجعونا إلا بآخر حمل، فهي من الأصل مهمة للمريضة قاعدة بمكان كتير كبير ما في مراقبة سكونية، إجتنا بأعراض انسمام حمل شديد 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 ما دخلت بالدجاج، لكن دخلت بآفة إصابة قصور كبدي ودموي، إصابة خلال على مستوى شلال التخثر، وفي عنا زي كل المضاعفات إذا الارتعاش الشديدة هيلب سندر، انحلال دم، ارتفاع خمائر الكبد، صفيحات منخفضة جدا، أعراض شديدة مثلا الطيء والألم الشرسوفي وألم المراق الأيمن مع الشرسوفي 85% مع ارتفاع ضغط يعني شديد. تشخيص حتما بعد الأسبوع 20 قبل الولادة، بنشوف تلتين الحالات، بعد الولادة تلت الحالات. تتنازل هي منه مقتصر على فترة الحمل الشهر الثامن والتاسع. عوامل خطر، كل ألم بطني علوي عند حامل، إحنا أخذنا لارت عند ارتفاع ضغط لازم نفكر، مو باضطراب هضمي مرارة لازم نفكر، أول شيء اختلاطات ارتفاع ضغط الشريان الشديد، ألم للكتف مثلا أو للصدر، أكثر من قياس الضغط المرتفع الأصغر فوق 9 و10 مع البيل تي آر بي مرتفع بشكل كبير بدون أي تفسير، البيل الدموي بسبب انخفاض الهيموغلوبين. الدوبلر لازم هي المريضة حتما إذا في إمكان نعمل دوبلر ملون الجنين، نشوف فيه شريان رحمي وجريان وقديش بيعكس لنا التربية، ماشي من الشريان الرحمي والشريان السري،
بيكون مرضي بوجود ارتفاع مقاومة شريان الرحم ومجريها بين شهر الخامس والسادس. أما الشريان السري ففترة متأخرة الثلث الثاني من الحمل. إذا نحن عادة الشريان الرحم قبل الأسبوع 24، بعد الأسبوع 24 يتميل الشريان السري. إذا حدا رأيك دوبلر عن طويل الأشعر بيحط لك مشعر المقاومة في الشريان السري، دائما نحن بعد الشهر السابع. غالبا حاولوا مرضى الضغط لو كان درجة خفيفة حملي تبعتوا مرة واحدة تأخذوا رأي استشيروا شعر هو أقدر من نقيس ضغط الشريان السري بعد الشهر السابع. ما المعالجة؟ مراقبة الضغط ممكن نعمل دخول عناية مراقبة 24 ساعة على 48 ساعة. شوف كل عوامل تخصص زمن نزف الأوتومين بيتي فيبرينوجين، شوف وضع الجنين، شوف إنه بقدر نعطي خفضات ضغط أو نحاول نسيطر على الحالة. إنهاء الحمل هون أحسن علاج. بنتابع الحالة بعد شهرين من ميلادي، لأنه إذا ما تابعناها المريض عنده انخفاض عوامل تخثر وانخفاض صفيحات جدا، يعني معرضة للنزف بأي تشخيص تفريقي لتنازل هيك. في جدول حلو حاطينه بين لا ارتعاش وتنازل هيك. قديش بيصير في عن ارتفاع ضغط تنازل هيك 80%، لا ارتعاش الزامي يعني اكيد موجود، هي البروتينيه بتنازل، الم بطني، الم بطني باللا ارتعاش نادر، يعني اذا ما اختلط لا ارتعاش لا ارجاج ابدا بالم بطني فهو لا ارجاج. صار في الم بطني الم شرسوفي بدنا نتاكد من الاختلاط بلشنا ندخل بالتوازنتين. تي ار بي ارتفاعه وحده من علامات الانتانية الموجهه للهيب سنتر. اما اعراض اليرقه والهلال فاثنيناتهم جدا بالتنازلي. شو الموجودات بالالترا ساوند؟ نعمل ايكو عندنا في موجودات تتعلق بالجنين، بنلاقي انه الجنين عنده نقص نمو بكير باللا ارتعاش. أول ارتفاع الضغط بلش عنده تأخر من الجنين، جريان دم مرضي بيكون اثنيناته، جريان دم رحمي غالبا جدا بيكون كمان بطيء. في نقص صفيحات باللا ارتعاش؟ لا، بس بالهيب بيكون في الـ LDH بيكون مرتفع، في تخرب كبدي مع ترانس أمينيز SGPT-SOT. الهبتوغلوبين بنعمله كمان بيكون واطي. عندنا سي ار بي رقم كتير مرتفع مع ارتفاع بيلوروبين، هي بيلوروبين ارتفاع حمض البول بيكون نادر جدا بهي، بينما باللا ارجاج او الارجاج بيكون عالي. شو السبب؟ هو تخرب بطانة الأوعية تؤدي لارتفاع السي ار بي. نفس الحالة الإنسانية لكن هون ارتكاز داخل الأوعية بيكون عالي. بيترافق مثلا تشخيص تفريقي إنه فرفورية نقص صفيحات البدئي في عائلات كاملة إصابات، فمثلا بس هذا ما بيكون والله صار بالحمل، بيكون صار معه قبل، يعني المريضة اللي عندها نقص صفيحات بدئي بتكون كذا مرة عاملة حجمة الهلال ومشخصة. الانحلال الدم الهرمي كمان بيكون مشخص، يعني ما بينتظر لسير الحمل. العلاج هون حتما انهاء الحمل مع اعطاء البريدنيزولون ب 20 ل 30 ملغ باليوم. خفضات الضغط ما بتتوقف، والهيبارين ضروري لنقي من حدوث دياليسي. متلازمه هيلب اذا قدرنا ننفذ بالام خلال 14 يوم بعد انهاء الولاده بترجع المريضه لوضع طبيعي. سلايد دائما بنحطه هذا اخر سلايد. استطبابات انهاء الحمل، استطبابات انهاء الحمل ما بعرف اذا مكتوبه مسلحه عندكم بالنوتو، واستطبابات الحمل، استطبابات انهاء الحمل. اولا اذا حدث اضطراب تخسر دي اي سي لتهديد الوظيفه التركيه، وزمه رئه اكيد ما حتترك الام بسوء حالته، ارتفاع ضغط خبيث وتنازله، دول كلهم استطبابات انهاء فوري للحمل. اذا حكينا فرضا استطبابات انهاء الحمل لفوري ما في مريضات الضغط، ممكن تحطوا واحدة أو تنتين منهم. ما بعرف إذا عجبتكم محاضرة اليوم،
حدا إنه أي تعليق. كم واحد عم يحضر معنا اليوم؟ هيك أسماء آسيا. ألو. أيوة دكتورة. شو عم تسمعوني؟ أنا اليوم صوتي سيء يعني، أنا كثير متأسفة بس هيك صار يعني شوي تعبانة. عم أقول كم واحد تقريبا عم يحضر معنا على المنصة تبع الميدانت؟ ألو. تقريبا 10 طلاب أصلا ما عندهم نت كهرباء، فالمحاضرة تجري. للأسف للأسف للأسف. هلا أنا حأتسرق، ما بعرف إذا عندكم وقت ولا قستوا بدكم تناموا وبده يفصل كمان. أتسرق للمحاضرة اللي رقم 11، تريدوا إني أنا أعطيكم إياها أرجع كاملة تسجلوها ولا قريتوها؟ ما عندي فكرة. كثير بيهمني أنا، مش عارف العنق علامات بيشو. شو العنق؟ هي اللي بنعتمدها بالفحص النسائي. فما بعرف إذا حدا قرأ الجدول أو طلع المحاضرة. المحاضرة السابقة تبع زوج جيبنية وعلامة التطور العنق. في حدا بيقدر يجاوبني؟ ريرمب رابتشر ممبرين حكيتها وما كملناها. حدا قراها ولا ما حدا قدر؟ طيب أنا حأذكر كم نقطة، خليهم يضلوا معكم. كتير بيهمني مشعر تطور استطبابات استعمال ناهيات المخاط مضادات استطبابة موجودين تعدادهم لما بيكون في تمزق جيبنية. لازم نعطي ناهيات مخاط رفات مخاط إذا في عنا حالة التهاب وجنين مشوه أو وفاة محصول حمل أو وجود استطباب لإنهاء الحمل. هذا التعداد موجود كثير مهم وبيجي من وسيلة. عندنا مشعر بيشوب هو عبارة عن علامات تطور عنق الرحم، يعني العنق اتجاهه أمامي خلفي، بنعطي مثلا علامة صفر، صار بالمتوسط، صار بالأمام، لين، حدث اتساع، نزل المجيء، تدخل. حكيته أنا أثناء محاضرة التوليد، بس في جدول بيساعد كثير ضروري تحفظوه. بعدين في متى نشأت بالاستسقاء منيوسي، يعني في زيادة سائل منيوسي أو نقص سائل منيوسي. كمان هذا التعداد كتير مهم، عبارة عن 4 أو 5 علامات، هدول احفظوهم، هذا لازم أكيد ما تنسوا. متى نشأت بالاستسقاء المنيوسي، عبارة عن 5 علامات بدي تحفظوهم. في شيء تاني بالمحاضرة مهم، أسباب ندرة السائل المنيوسي محطوطة، الثلث الأول والثاني بالحمل محطوط تعداد ثاني، أسباب ندرة السائل المنيوسي في نهاية الحمل، يعني 3 تعدادات، هدول منه قصور المشيمين ندرة السائل بارتفاع الضغط. إحنا عندنا ارتفاع ضغط شرياني بيكون في شح سائل المنيوسي، وندرة السائل بالثلث من نهاية الحمل بالثلث الأخير بساق نزل السائل المنيوسي، أو نقص السائل بالتوأم الثاني، إذا توأم أخذ الفحص الثاني. نقص السائل إذا عندنا حمل جديد، هذا التعداد كمان كثير مهم حتى ما تنسونا. هدول آخر صفحتين أو آخر 6 سلايدات، هدول كثير مهم تحفظوهم. قصور المشيمة تأخر نمو داخل الرحم ينطبق على محاضرة اليوم. في قصور مشيمي حاد، في قصور مزمن، في أسباب له، الأولاني له 6 أسباب والثاني له 10. كمان هذا التعداد ما بدي تنسوه. أظن هيك يعني بكفي، ما بعرف إذا بتقروا المحاضرات. إذا في أي سؤال أنا جاهزة. في حدا له تعليق؟ ولا ما عم بسمع أنا؟ يا من عندي يا من عندكم. الله يعطيكم العافية جميعا، شكرا لكم كمان لوقتكم. لا دكتور يعطيك ألف عافية، حاليا ما في تعقيب. إن شاء الله خير. هلا. عندك دكتور. معك.
دكتورة، بس حسب ما فهمتنا من كلامك أنه كأنه أغلب الأسئلة راح تكون فرنسية. لا، ما عندنا أسئلة فرنسية منوب. أنتوا سنين مادتكم رئيسية، بس أنتوا حاملين المادة شيء الله يسامحك. لا لا بنحكي إذا في فراغات. طول بالك طول بالك، هدول التعدادات سنين بنحطوا ضمن أسئلة ممكن تجي فراغات. ما بحكي أسئلة فرنسية، يعني ممكن يكون صح أو غلط، من هدول التعدادات يكون في أسئلة. تمام دكتورة، مشكورة، الله يعطيك ألف عافية. يعني أنا بعد شوي حنقلكم الأسئلة، ما بصير هيك. بس هدول أنا فقرات كتير مهمة، مثلا تشخيص نقص السائل الأمنيوسي، في حدا ما بيقدر يعرف تشخيص نقص السائل مثلا وقصور المشيمة، قصورات المشيمة تأخر نمو جنين. صار عندكم فكرة نوع الإيكو، في نقص السائل الأمنيوسي، الشح السائل، صغر حجم المشيمة، المشيمة نفسها مثلا في ورم دموي، وقع احتشاءات. ليش عم لك دائما نحاول نحول هدول المرضى على الأقل نهاية الشهر السابع ومنتصفه لشوعي، لناخد وجهة نظر ورأيه، دوبلر جنين، دوبلر للمشيمة، لشوف حيوية الجنين مثلا، المشعر الحيوي جزء انت ما تقدر تقدره، هو بيقدر يعطيك اياه. بتكون هيك اخذت معلومات وانت طبيب عام تقدر تعمل تدبير لارتفاع التوتر الشرياني او انسمام حمل شديد. الله يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك يا حكيمة، الله يعطيك العافية. لا ما يكون صعب، ما بتصور صعب إن شاء الله. أنا برأيي أسئلة الفراغات بتساعدكم، ما بعرف إذا حدا له غير رأيي. 30 علامة إذا حطيت فراغات بتساعدكم كتير، خاصة لما تكون سهلة. أتمنى أن تكون الأسئلة مؤتمتة، يعني أختار إجابة فقط، ما يكون في فراغات أو يعني السؤال الفرنسي. لا ما في سؤال فرنسي، سمو حاملين مادة، بس أسئلة فراغات بتساعدكم، يعني عادة 20 و 30 علامة بحطها دائما وسهلة، يعني إذا قريت الدورات تشوف أسئلة سهلة، ما في مشكلة. في عندنا أسئلة نصف الأسئلة بركية، أسئلة فراغات ونص الثانية أكمت، يعني أكمت فراغات كلمة واحدة، يعني ما فيكم تكتبوا كلمة واحدة مثلا تعبوا فراغ. هلا ارجعوا لأسئلة الدورات بتشوفوا شيء، ما في أي مشكلة. الله يعطيكم العافية جميعا. شكرا شكرا لكم، الله يعطيكم العافية، تحملتوا. السلام عليكم.